إغلاق مستمر وتشديد إجراءات السفر لمحاصرة وباء كورونا، وضع تشهده بلدان عدة في العالم في ظل حملات التطعيم والسعي للحصول على كميات كافية من اللقاح لتحصين المواطنين. عربيا، بدأت السلطة الفلسطينية بإعطاء لقاح سبوتنيك الروسي لمواطنيها بعد حصولها على دفعة منه، منتظرة عشرات آلاف الجرعات في الأسابيع المقبلة من خلال برنامج منظمة الصحة العالمية لتوزعها في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويعيش جيرانهم الأردنيون حالة ترقب منذ بدء حملة التطعيم في المملكة، حيث تلقى عاهل البلاد اللقاح في خطوة لتبديد مخاوفهم والتخلص من تداعيات الوباء الاقتصادية. في المغرب الأمور أكثر استقرارا وفق تصريحات رئيس الحكومة، فالمؤشرات المرتبطة بتطور جائحة كوفيد-19 تشير إلى تحكم نسبي في الجائحة مع تراجع واضح في عدد الإصابات والوفيات. أوروبيا، فرضت بريطانيا شروطا جديدة ابتداء من 15 من فبراير، سيتعين على العائدين من بلدان درجة الوباء فيها خطرة الالتزام بحجر صحي في فندق 10 أيام على نفقتهم الخاصة بهدف تجنب انتشار نسخ من الفيروس مقاومة للقاحات. وفي الدنمارك تسعى الحكومة إلى تطوير جواز سفر رقمي يثبت تلقي حامله التطعيم ضد الفيروس، ما يسمح له بالسفر والمساعدة في تخفيف القيود المفروضة على الحياة العامة. أما في المكسيك فقد سادت أجواء من القلق مع نفاد اللقاحات، وبات العثور على سرير في المستشفى للإصابات الحرجة أمرا أشبه بالاستحالة، وسط غضب عمال المطاعم من القيود الصحية المفروضة تحت شعار إما إعادة فتح مطاعمنا أو نموت.